جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فسروا لنا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. جزاكم الله خيرا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل الخلق يريدون جهنم، وقد قال أهل العلم إن معنى ذلك والله أعلم المرور على الصراط، وهو جسر ينصب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. هذا هو الورود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، هو المرور على الصراط. يمر عليه المؤمنون والكفار، ويمر عليها المؤمنون والمنافقون، ويمر عليه الأتقياء والعصاة، ولا ينجيهم إلا أعمالهم. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الأنبياء والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا شيخ صالح. ورد أن الأنبياء يكونون واقفين على جنبتي الصراط يدعون ربهم ويقولون: اللهم سلم سلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هذا الورود يشملهم؟ الله أعلم. ورد أنهم يدعون الله ويقولون: اللهم سلم سلم، ويكونون على جنبتي الصراط. نعم.